حقق نادي الظفار في فترة جائزتنا تحصلنا على الدوري العام 5 مرات وكاس جلالة السلطان مرة واحدة، كاس الناشئين على بطولة مجلس التعاون مرة واحدة، المركز الثاني الذي حققه المرة الأخيرة نادي الظفار في البحرين. الحقيقة لما نريد نقوم نادي الظفار مستوايه ننظر للأندية اللي قد سبقتنا في السابق، وهو نادي فنجة الذي لعب دور في السلطنة، ونادي العروبة، ونادي الصور. فنحن أجينا بعد نادي فنجة واحتلينا المركز الذي كان يقوم فيه مركز فنجة. فطبعا إخفاق نادي فنجة شيء معروف، هو الإخفاق الوضع المالي في نادي فنجة.